إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. الفيديو ده أنا عامله علشان أنا بحترم حضراتكم، فلازم حضراتكم يبقى فيه معلومات حضراتكم تبقوا عارفينها. طيب إيه هي المعلومات؟ أنا اتفاجئنا، أو في مرضى بيتفاجئوا إن هو عمال بيبعت رسائل على الفيسبوك على صفحتنا، وبعدين فجأة يتعمل له بلوك، تمام؟ فبيظن ان احنا او الادمن بتاع الصفحه احنا اللي عملنا له بلوك. وطبعا علشان احنا الود اللي بينا، فلازم اوضح لكم الامور بتمشي ازاي. من ضمنهم حد انا اعرفه شخصيا، لقيته بعت لي على اليوتيوب بيقول لي يا دكتور ده انا مش عارف قلت لك ايه هناك، لقيت اتعمل لي بلوك. فانا هشرح لكم دلوقتي ازاي تستفيد من الرسائل، وازاي ما تضيعش وقت الرسائل فيبتدي يتعمل لك بلوك من الفيسبوك. اول حاجه لازم تعرفها ان صفحة الفيسبوك بتاعتنا مش دعاية، يعني احنا مش عاملينها صفحة دعاية. صفحات الدعاية بيبقى ايه؟ كل ما تيجي تسأل سؤال يقول لك ايه؟ تعالى على الخاص. ليه بيقول لك تعالى على الخاص؟ عشان عايز الصفحة تنتشر، وعايز الرسائل تزيد، وكل ما بيزود الرسائل والناس تكتب تعليقات هو الصفحة بتكسب فلوس، تمام؟ دي الصفحات الدعاية. احنا مش عايزين كده، يعني احنا مش عايزين رسائل. فالصفحة بتاعتنا مش دعاية، مش تجارة، مش احنا ما بين زبون ودكتور بيقول له تعالى اما اقول لك على الخاص هو فيه ايه. لا بالعكس، الاسعار بتاعتنا مكتوبة في اول بوست، انتم ما بتشوفوهاش ما اعرفش ليه، لكن كل الاسعار والتكلفة مكتوبة. طيب عايز اسأل على اي حاجة، احنا الصفحات التانية بتبقى عايزاك تبعت سؤال وبعدين هو يجاوب عليه، فيقوم هو يتعمل انتشار للصفحة. احنا مش عايزين كده، احنا بالعكس احنا بنقدم لك كل المعلومات علشان انت ما تسألش، تمام؟ يعني احنا عايزينك تستفيد بس، مش عايزينك تقعد تسأل أسئلة ونجاوبك عليها، والأسعار كام ونقول لك الأسعار، وطب انا عندي التردد ايه التردد الحراري. لا، المحاضرات موجودة على الصفحة، كل حاجة موجودة. فالصفحة معمولة مش للدعاية وللتجارة، لكن معمولة للفايدة. فلما بنلاقي بقى مريض بيتعامل مع الصفحه، في حد كده يقعد يقول لك ايه انا بعت سؤال ما جاوبتوش ليه، امال بتعملوا اعلانات ليه؟ بيتعامل معانا على اننا تجار يعني، وان هو الزبون ولازم بقى الزبون نخدم عليه. لا انت فاهم غلط، احنا مش بنعمل الصفحه للدعايه، صفحه معموله وبالتالي هي متصنفه عند الفيسبوك ان هي صفحه مش معموله للدعايه، مش عايزين منها فلوس، مش القصد منها الربح، ومش القصد منها ان حضرتك تبعت رسائل. وبالتالي الفيسبوك بيحاول ان هو قاعد، احنا طبعا مبلغين ان لازم اي حد يتعدى حدوده في الكلام، اي حد الفيسبوك بيقوم قافل عليه، لان هو بيعمل له بلوك. لان انت طبعا ما بتحسش الله وانا اتعمل لي ليه، انا ما عملتش حاجه غلط. لكن لا، انت بتعمل حاجات غلط انا هوضحها وانت مش حاسس، وبتعملها بناء على ان الصفحه دي الدكتور بيعمل دعايه، فانا زبون بقى فلازم تتعاملوا معايا على اني زبون. لا، هي الصفحة دي معمولة لوجه الله، ومعمولة علشان تديك معلومات، مش عشان انت تسأل واحنا نجاوب وبعدين نعمل بقى جو يعني، فاهمني؟ فانت ايه الحاجات الغلط اللي ممكن المريض يعملها، تمام؟ طبعا احنا انت ليك عدد معين من الرسائل. لو انت من النوع اللي هو عمال بقى بيبعت رسائل رايح جاي، فاهمني، ومحتكر الصفحة ومحتكر الدكتور ومحتكر الرسائل، الفيسبوك هيعمل لك بلوك، لان انت كده انت زبون، انت كده ان هو يعني انت بتتعامل مع الصفحه على انها تجاريه. لا، الصفحه مش تجاريه، فبالتالي بيتعمل لك بلوك لان انت بتسال بتراسل كتير، عكس اللي التجار عايزينه. التاجر عايزك ايه؟ تراسل كتير، فاهم قصدي؟ لكن احنا مش الهدف بتاع الصفحه هذه التجاره. ايه من ضمن الحاجات اللي برضو بتضيع الوقت خالص خالص يعني في عدد الرسائل؟ مثلا تبص تلاقي واحد مثلا ايه يستنفذ الرسائل بتاعته في ايه؟ طبعا احنا بنعمل ايه على طول علشان ما نضيعش الرسائل، عشان نديك فرصة في رسائل تانية. اول ما انت في واحد بيبتدي ايه الرسائل بالشكل ده، السلام عليكم، فنقوم احنا نرد عليه وعليكم السلام، هل تعالجون الانزلاق الغضروفي؟ اه يا فندم نعالج الانزلاق الغضروفي، على فكرة انا متابع الدكتور كويس ومتشكرين ومتشكرين احنا كمان يعني، بس الكلام ده كله انت ضيعت حق الرسالة يعني، انت كده ليك عدد معين من الرسائل هتضيعه. هو ما يعرفش يتكلم بدون مقدمات، تمام؟ فيبتدي عايز بقى ايه، مش عايز كده. احنا اول ما حد بيبعت لنا بنقول له انت حضرتك، بنبعت له كل المعلومات علشان تبقى هي رسالة واحدة، ما ياخدش من رصيدك،
لو انت عايز المعاملة مجانا يبقى هنديك كذا مجانا، لو انت عايز تتصل بالتليفون وتدفع فلوس يبقى بنديك كل المعلومات. هو ما بيقتنعش بكده، يقول لك الله مين اللي رد عليا، مين اللي اداني المعلومات دي، لا ده انا عايز اقول سلام عليكم ويقولوا لي عليكم السلام، اقول لهم بتعالجوا كذا يقولوا لي اه، اقول لهم طب ابعت لكم الاشعاعات يقوم بعت الاشعاعات، يقوموا يبعتوا لي علاج اقوم انا فاصلهم في العلاج يقوموا. فهو عايز دكتور لوحده، تمام؟ يعني عايز هو كده يستحوذ. طبعا الفيسبوك اول ما بيشوف كده بيقول لك ده واحد بيتلاعب بالصفحه، يقوم قافل عليه، يعمل له بلوك. انت تفكر ان احنا عملنا لك بلوك، احنا ما عملناكش بلوك، تمام؟ فانت اللي ضيعت وقتك، انت اللي بتتعامل معانا من منطق سيء، فاهمني؟ طب انت المفروض تعمل ايه؟ والله انا عايز استشاره مجانيه، وابعت على طول الحاجه، نقوم نبعت لك الاستشاره المجانيه، انت ما تكترش في الكلام بعد كده، تمام؟ انا عايز اكشف عند الدكتور، نقوم نبعت لك ازاي تكشف عند الدكتور. انا عايز علاج مجاني، مش لازم تقول انا عايز علاج مجاني عشان انا غلبان وام الايتام والكلام ده كله، ما هو في عدد، احنا اتفقنا انها مش تجاره، فليك عدد معين هيروح منك، فالكلام الكتير بيخلي الفيسبوك يعمل لك بلوك، لان احنا دي مش صفحه للدعايه. تاني بكررها له، دي مش زي بقيه الصفحات، دي صفحه لوجه الله، فانت ما تستنفذهاش غلط، تمام؟ فانت بتضيع الوقت ازاي؟ واحد يبعت لي اعشاب مثلا ويقول لي اخد الاعشاب دي ولا ما اخدش الاعشاب دي؟ طبعا انت باعت لدكتور، انسى الكلام النصب وقله الادب ده. طيب يبعت لي علاج كتبه له دكتور تاني يقول لي هو العلاج ده بيتعارض مع مش عارف ده، ايه الاسئله دي؟ طب ما تسالني في اللي يفيدك يا اخي، هو انت بتروح لدكتور يكتب لك علاج تقوم تسال دكتور تاني على العلاج بتاع الدكتور الاولاني، لدرجه ان انت بتلخبطنا لخبطه شديده جدا، تمام؟ طيب واحد طلب علاج مبدئي، نقوم احنا نبعت له علاج مبدئي، العلاج المبدئي اللي انا ببعته ده مش هيضرك طبعا، لان انا بعته لك من غير ما اسالك عندك ضغط ولا سكر، من غير ما اسالك بتاخد ادويه ايه، يبقى انا دكتور وفاهم، صح؟ يبقى العلاج اللي انا ابعته لك ده تمام، اطمن وخده كده كده، احنا اتفقنا، تمام؟ ما تقعدش تبعت تقول لي طب انا باخد دواء ضغط يتعارض ولا لا، ما انا دكتور ما تقلقش، ما انا بعته لك وعارف ان هو ده علاج مبدئي، تمام؟ طيب هو موجود عندنا في الجزائر؟ هو موجود عندنا. انت تعتقد ان انا عارف الادويه اللي في الجزائر واللي في المغرب واللي في السعوديه واللي في كل حته، لكن انا ببعت لك الاسم العلمي عشان انت تروح للصيدلي بالاسم العلمي، اكيد هتلاقيه في بلدك، اكيد اكيد. المشكله بقى لما ايه، بتبعت الاسم العلمي علشان يبقى اسمه مثلا في المغرب عبد العزيز، هو نفس الاسم العلمي اسمه في السعوديه محمود اسمه، تمام؟ يقوم هو يقول لك ايه، طب ما تقول لي اسم دواء معين، يعني هو عايز يدوخ نفسه وخلاص، تقوم تقول له اسم دواء معين ينزل للصيدلي ما يلاقوش عندهم لانه الاسم التجاري. فالناس بتضيع الرسائل في إيه؟ يا دكتور اديني الاسم العلمي، تدي له الاسم التجاري يقول لك اديني الاسم العلمي، تدي له الاسم العلمي يقول لك لا اديني الاسم التجاري، يعني هو في النهايه غير راضي، فبيضيع الوقت فبيتعمل له بلوك، تمام؟ دي حاجه برضه. واحد تاني باعت يقول لك ايه، انا مش طالب منك انك تحكي لي قصتك، انا لا استطيع الحضور، يعني يفضل يلف ويدور، هو في الاخر عايز استشارة مجانا. خلاص انا عايز استشارة مجانا وعايز علاج مجانا، متشكرين. انما هو يقعد يقول لك ايه، انا عايز اكشف عند الدكتور محمد، يبتدي واحدة واحدة كده الرسائل بتاعتك بتخلص، تقوم انت تبعت تقول له ادي يا سيدي تعالى الاستشارة مدفوعة الثمن، ما هو عايز يكشف بالشيء الفلاني، يقوم يبعت يقول لك ايه، انا لا استطيع الحضور. ما هو يا حبيبي انا ما قلتلكش ان انت تيجي، ده انا بقول لك هتكشف على الانترنت، هو في النهايه عايز حاجه مجانا، ما قالهاش ليه من الاول، ما انا قايل لك قولها، تمام؟ طيب يقوم يتكلم يقول لك ايه، يا تطبيق زوم انا ماليش في التكنولوجيا، ده انا راجل كبير وبتاع. طب يعني هي مشكلتك انك مش قادر تيجي؟ طب ما احنا حليناها لك بالنت، ولا مشكلتك انك مالكش في التكنولوجيا، ممكن اي حد من العيله يعمل لك القصه دي، تمام؟ هو في النهاية يقول لك طب ما هدفع ازاي؟ ما عنديش كارت فيزا، طب ادفع احنا مش فاهمين يا أستاذ إنك بتلف وتدور علشان استشارة مجانية، قولها على طول، أنا مش عايز أدفع فلوس، أنا بتكلم عشان استشارة مجانية، أنت عملت إيه؟ بعت 6 7 رسائل أرهقتنا وعمالين نرد عليك فاكرينك أنت بجد راجل جد وعايز تكشف، أنت عايز استشارة مجاني، ما تقول على طول. أنت فاهم قصدي ازاي؟ لكن تقعد تدور وتلف تدور وتلف تدور وتلف وفي الآخر ضاعت الرسائل، فتلاقي الفيسبوك عمل لك بلوك، عشان برضو انا كل ده بقول احتراما ليك وعشان ما تلاقوش فيه بلوك كده. من ضمن الاسئله برضو اللي هو ايه، واحد معدي كده، هل عندكم علاج للركبه؟ هل تعالجون العمود الفقري بعد كل السنين دي؟ تمام؟
وبعدين ايه يعني واحد ايه رجاء ارسال علاج، تمام؟ ايه علاج لايه؟ طيب اريد الاسعار بالدولار، تبقى الاسعار مكتوبه بالجنيه المصري وبالدولار، تقوم تبعتها له تاني، فاهم انت قصدي ازاي؟ يقوم يبعت يقول لك ايه، ارجو ارسال الاسعار بالدولار، يا ابني ما انا بعتها لك بالدولار، اقوم بعتها له تاني، تمام؟ يا جماعه انا عايزه بالدولار بالعراقي، انا مش ما انا عمال ابعته لك، تبقى انت عمال تبعت له الحاجه وهو ما بيقراهاش، تمام؟ او تبعت له علاج، تمام، ما يقراهوش، هو حافظ كده، رجاء انا مش قادر، ابعتوا لي علاج، تقوم تبعت له العلاج، ارجو من الطبيب انه يرسل العلاج، يا ابني ما انا باعت لك العلاج، في ايه؟ ما أنا... انت ما قريتش حاجه، انت ما بتقراش، انت اول ما تلاقي كام سطر ما تقراهمش، فاهمني؟ يقوم الفيسبوك عامل لك بلوك، لان هو بقى بالنسبه له انت راجل بتتدلع، انت راجل بتضيع الوقت، واحنا مبلغين الفيسبوك ان احنا مش عايزين فلوس، احنا مش دي مش تجاره، دي صفحه توعويه، فاي حد هيخش يبوظ الصفحه هيتعمل له بلوك، تمام؟ يعني احنا مش بنلم زباين، فاحنا خايفين بقى ان كل مريض يغضب علينا ويمشي، لا ده احنا هنعمل بلوك لاي حد يبوظ الصفحه او يبوظها على الناس اللي جد، او حد يبعت ايه عايز علاج، او ما انا بعت له علاج، ما دام انا بعت علاج مش انا الدكتور، تفتكر الادمن بتاع الصفحه هيبعت لك علاج؟ تفتكر عم عبده البواب هيبعت لك علاج؟ تبعت له علاج، يقوم يقول لك ايه، هو الدكتور شاف الاشاعه؟ طب ما خلاص انت شكيت فينا بقى، ما ده يبقى خلاص امشي بقى. امال اللي بعت لك العلاج مين؟ الدكتور، وعشان يبعت لك العلاج لازم يكون شاف الاشاعه، فهمني؟ فانت كده بتضيع الوقت، انت بالنسبه للفيسبوك بتضيع الوقت. وبعدين هو مين معايا لما يلاقي علاج جاله يشك يقول لك الله ده تكون الممرضه ولا في حد كده هو اللي بعت لي العلاج، مين معايا، الدكتور ولا مين؟ لا انت مش بتتكلم في حوار بقى، احنا مش بنتكلم في التليفون، فانت يا اما تحترم الصفحه وتحترم ان دي صفحه المفروض ان هي يعني بتخدم ناس كتير لكن مش بتخدمك انت لوحدك، تمام؟ او يبعت كام سعر التردد، طب ما سعر التردد موجود في اول بوست على الصفحه، تقوم تقول له ايه الادمن طبعا مش انا، يقول له موجود في اول بوست على الصفحه، يقول له مش لاقيه، طب ما تدور عليه، يعني مش لاقيه ازاي اذا كان هو موجود على الصفحه، فانت كده بتضيع الايه عدد الرسائل وبتعمل لك بلوك، تمام؟ واحد مثلا يبعت يقول لي في دكتور حقني بلازما في ظهري، اقوم انا اقول له انا ما بشتغلش الشغل ده، تمام؟ فيبعت يعني الدكتور غلطان؟ لا يا سيدي مش غلطان، بس يعني اسال الدكتور اللي عمل الكلام ده، يقعد يسال في محيط حاجه ما بتفيدوش مني، لاني انا مش هو منتظر ان انا اقول له الدكتور ده صح ولا غلط، فهمني؟ طب ما انت عملتها خلاص هقول لك صح ولا غلط، ففي الاخر يلاقي اتعمل له بلوك يفكرني زعلان منه، انا مش زعلان منك، هو الفيسبوك شايف ان انت راجل يعني مش سؤال وجواب وبتخلص، لا انت عمال تتكلم، فانت ده هيبقى غلط كبير، تمام؟ او واحد يعمل جراحه ويبعت لنا ياخد رايي في الجراحه، انا مش جراح، يعني عمل جراحه كتير قوي بقى، يعملوا جراحه وبعد اسبوع يبعت يقول لي الالم زاد عن الاول، طب ما هو مش انا اللي عملت الجراحه بتسالني ازاي؟ ما انا مش هعرف كمان، وما اقدرش اظلم الدكتور، ما انا ما اعرفش ايه ملابسات قبل العمليه، يقول لك طب اشرح لك، طب تشرح لي ايه؟ انا مش جراح برضه. يعني فاهم انت قصدي ازاي؟ فانتوا ارجوكوا استخدموا الصفحه استخدام يعني عشان تنفع الناس كلها، مش تنفعك انت لوحدك ويتعمل لك بلوك في الاخر، تمام؟ او حد عمل مثلا حقن وتردد عند حد تاني وطالب مني اقيم له الحد ده، طب انا هظلم الراجل ده لو انا قيمته، ما ينفعش. فانت برضو الفيسبوك لما بيشوف الحاجات دي، على فكرة الفيسبوك ده مش حاجة، ده في ناس بتراقب كل حاجة وبتشوف الناس دي بتتكلم كلام جد ولا بتهزر، فانت لما تتكلم كلام مش واقعي بيفكروك بتهزر، بيفكروك انت داخل تبوظ، لما تخش تقول لي إلية الشال عربية وحب الرشاد بيفكرونا جروب من الجروبات اللي هي بتاعت الاعشاب، والجروبات اللي هي الجروبات اللي مش محترمة دي، فانت كده هو شايف انك جاي لصفحة محترمة بتبوظها، فبيقوم عامل لك بلوك، تمام؟ فانا برضو دي كلها حاجات زي برضو الناس، واحد عايز يبعت مثلا لسه ده حاجه قريبه، انا بعت لي اشاعه بتاعه رنين مغناطيسي وبيقول لي انا عندي الم كذا ولا استطيع المشي، لا استطيع المشي يعني ايه؟ يعني مشلول، هو لا استطيع المشي دي مش ليها حاجه تانية يعني، او مشي وضعيف او بيتهز مش عارف يمشي، فتقوم انت تقول له ايه اعمل جراحه، خلاص انت مش تبعي، ما ينفعش حقن وتردد، يبعت يقول لك لا ده انت فهمت غلط، ده انا بمشي على طراطيف صوابعي وعلى كعب رجلي، طب احنا بعتنا عشان انت تقول الكلام المباشر قد ايه؟ فاهم قصدي ازاي؟ قول مباشرة انا عايز علاج مجانا
تمام، وعايزك تقول لي اعمل جراحه ولا ما اعملش جراحه. خلاص خلاص، فهقول لك لو انت بتمشي على طراطيف صوابعك ما تعملش جراحه، لو لو ابعت لك العلاج المجاني. مفيش داعي بعدها اسئله، طب انت شفت ايه؟ طب ما تقعد تشرح لي، مش انت بتقول انك بتقدم الحاجات دي مجانا؟ ايوه، ما انا بقدم مجانا ل 500 نفر كل يوم، همسك كل واحد اشرح له حالته، يبقى ده مش علاج مجاني خالص، ده كده انا بكشف على 500 واحد، وده خارج نطاق البشر. لكن ال 500 واحد لما يبعتوا لي ابعت لهم العلاج وابعت لهم الشرح ماشي، لكن كل واحد عايزني بقى اشرح له حالته واشرح له، يبقى انت كده بتكشف عندي، وانا مستحيل هكشف برضه حتى لو بمليون جنيه، مش هكشف على 500 واحد كل يوم. فانت افهم الفرق بقى، يعني يجي يقول لك مش انت بتقول انك بتبعت مجانا، ما انا بعت لك العلاج مجانا وشرحت لك مجانا، انت عايزني اعمل ايه اكتر من كده؟ فاهم قصدي؟ لا ده انا عايزك تشرح لي حالتي لا انت كده بتكشف عندي، وحتى لو دفعت فلوس انا مش عايزها، لان انتوا كتير، انتوا 500 واحد، ده مش هينفع يعني. تمام، انا بس كل ده والله احتراما ليكوا، عشان اللي يتعمل له بلوك بيفكر ان انا اللي عامل له بلوك. من ضمن الحاجات كده، ما اسباب الم الحوض؟ اسباب الم الحوض، طب هم 15 سبب في كلية الطب، كل سبب ليه 10 صفحات، انت عايزني اقول لك هو ده السؤال بتاعك؟ ولو ما جاوبتكش تزعل وتكتب على الفيسبوك انا عمال ابعت له سؤال وما بيردش عليا، وانا المفروض اجاوب على كل الهبل اللي في الدنيا؟ ما اسباب الم الحوض؟ ولما تحترم الراجل ده تحترم، تقول له هو قال ايه اللي بيوجعك؟ يطلع مفصل الفخذ مثلا. طب انت بتسالني على كل اسباب مرض اسباب الم الحوض؟ ال 15 سبب اللي بنشرحهم في كليه الطب مثلا في شهرين، عايزني اجاوبهم لك في سطر؟ ولو انا ما اتكلمتش اروح تفضح الدكتور وتقول لهم الدكتور بيقول انا بجاوب على الناس او ما بيجاوبش؟ ما هو اسئله هبله. او ما اسباب الم الاصابع؟ ويسيبك كده، عندي حرقان بالاذن، ما سبب حرقان الاذن؟ يعني قول بقى المليون سبب بتوع حرقان الاذن، انا مش معترض انك تسال، لكن لما ما جاوبكش احترم بقى فيا ان انا يعني ايه ما جاوبش على الاسئله دي، مش تروح تفضحني وتقول اصل الدكتور ما بيجاوبش والدكتور كذاب، الدكتور بيقول انه بيجاوب على الناس لازم ياخد فلوس عشان يجاوب. لا يا حبيبي، انت لو دفعت مليون دولار مش هجاوبك على الهبل ده، فانت قله الادب يعني. انا مش عايز اتنرفز، خليني اضحك كده، انا مش عايز اتضايق علشان المعاملة مع البشر أصبحت سيئة جدا. طيب خليك واضح على طول، ابعت أشعاعاتك وقول أنا عايز استشارة شرح مجاني وعايز العلاج مجانا، أقوم نبعت لك الحاجة. تمام، ليه بقى؟ واحد بيبعت لنا الإشاعة، أنت مفترض إيه من واحد بيبعت لك الإشاعة؟ إنه فقير، وإنه بعت لك الإشاعة عشان ما يكشفش عندك، صح كده؟ ملهاش حل تاني، ما تقوليش أنا ببعت لك الإشاعة تشوف حالتي، لا انت باعت الاشاعه عشان انت مش عايز تكشف، مش عايز تدفع فلوس. يقوم انا ابعت لك الشرح والعلاج، يقوم يرد عليه يقول لي هو انا شحات؟ انا باعت لك الاشاعه تشوفها. ايوه بشوفها ليه انا؟ ما انا بشوفها ليه؟ اكيد انت باعتها لي عشان مش عايز تروح للدكتور تدفع فلوس، صح؟ لما انا بقى ابعت لك العلاج ما تشتمنيش، ما تقوليش هو انا شحات؟ امال انت بتبعت ليه؟ اصلي باخد رايك. ما انت بتاخد رايي ده ايه؟ يعني فاهم، الناس بتاخد راي الدكتور، بتروح للدكتور تدفع له فلوس تاخد رايه. انا مش عايز فلوس، تمام، فقلت لك رايي، زعلان مني ليه؟ يعني اللي بيبعت اشاعه لدكتور انت بتاخد رايه يعني هعمل ايه ولا ايه؟ ما هو ده كشف، ما هو ده كشف، فانت بتبعتها لي خلاص. وبعدين انا اساسا انت مش محتاج تبعت لي اشاعتك، ما انا اي من عامل محاضرات مين يعمل جراحه مين ما يعملش جراحه، فانت لما بتبعت لي الاشاعه يعني انت عايز علاج مش عايز تيجي تدفع فلوس. انا موافقك وانا موافق، انا حابب كده. لما اجي بقى انا ابعت لك العلاج ما تقوليش ايه؟ طب ما تشرح لي، يعني يبقى ايه بقى؟ مش عايز يدفع فلوس وبيزلني، ما تقول لي شفت ايه في الاشاعه. او واحد تاني يتنرفز قوي، هو انا شحات؟ هو انا فقير؟ بتبعت لي العلاج ليه؟ طب انت بتبعت لي الاشاعه ليه؟ ما تيجي تكشف يا سيدي، ما تكشف، ما تدفع فلوس لو انت مش فقير يعني، انما تدفع. لكن عايز تتكلم معايا، ما هو ده اسمه علاج مجانا، ما انت عايز مجانا، فلما انا اعمل كده ما تشتمنيش، بتشتمني عشان بديك علاج مجانا؟ تمام، فحاجه ده. او واحد برضو ده حاجه مهمه جدا، كل الناس عارفه ان اللي معهوش فلوس انا متنازل عن اتعابي، صح كده؟ مفيش داعي انك تقول لي انا فقير، مفيش داعي انك تقول لي انا شغال عامل، مفيش داعي تقول لي اصلي بربي يتامى، مفيش داعي لكل الحوار ده، انت قول لي انا مش هقدر ادفع لك اتعابك وانا اقول لك متشكرين، انا اتشرف اني ما اخدش اتعاب، كل الناس عارفه كده. فالمقدمات اللي انت بتبعتها دي ممكن تعمل مشكله على الفيسبوك، حلو؟
لما حد يبعت يقول لك ايه انا عامل وفقير و و و تمام. طب انت ما تقوليش الكلام ده، انت قول لي انا مش عايز ادفع اتعابك، اقول لك متشكر مش عايز اعرف ظروفك. ليه بقى؟ لان الفيسبوك اول ما بيلاقي واحد بيشتكي فقره او بيشتكي همه او يقول لك ايه الكشف غالي، اصل مش عارف ايه غالي، اصل الحقن غالي، ماشي ما غالي انا مش عايز فلوس، صح كده؟ مش عايز اتعب. فما في حوار الفلوس ده انا قفلته بايه؟ بان المريض ما يدفعش فلوس. الفيسبوك اول ما يلاقي حضرتك تقول ايه الحقن غالي هيقوم قافل عليك. ليه بقى؟ هيفكر ان حضرتك في ناس بتتسول عن طريق الفيسبوك، يعني في ناس بتطلب فلوس بيبعتوا لنا انا غلبان وانا 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 وانا. هم كده، هم كل يوم بيمسكوا صفحات الفيسبوك يشوفوا الدكاتره ويشوفوا الشركات ويشوفوا كده ويبعتوا يتسولوا. هو الفيسبوك هيفكر حضرتك من الناس النصابه اللي بتتسول، فانت ما تقعدش تبعت كلام يخلي الفيسبوك يعمل لك بلوك فانت تفكر ان انا عملت لك بلوك. زي واحد بعت يقول لي يا دكتور ده انا متابعك بقالي سنتين، اول ما قلت لك الحقن غالي عليا قام حصل لي بلوك، ده هو بعت لي على اليوتيوب. فقمت انا بعت له قلت له وانا عارفه، فقلت له انت قلت ايه؟ قال لي ما انا بقول ايه الحقن عايز خصم ومش عايز خصم. طب ما انت بتقول كده ليه؟ ما انت عارف ان انا بسيب اتعابي اساسا، ايه اللي يخليك تفتح الموضوع ده؟ عيب. ما انا بستأذن حضرتك انك يا سيدي ما تستأذننيش، انت كده اصبحت بتتسول على الفيسبوك فالفيسبوك هيعمل لك بلوك. فاهم قصدي؟ ما خلاص معروف يا جماعة ان اللي معهوش فلوس يروح يدفع فلوس في المستشفى ما يدينيش فلوس، خلاص مفيش داعي للحوار ده، لان الحوار ده في ناس بتستخدمه للتسول فالفيسبوك هيقفل عليك كده. كويس. فانا بس رجاء رجاء اللي عايز يكشف عندي ويدفع فلوس تمام يبعت يقول انا عايز اكشف عند الدكتور، ما تقعدش تبعت اشعاعاتك وتبعت حاجتك. تمام خلاص، انت راجل عايز تكشف وتبعت فلوس، نبعت لك ازاي تتواصل مع السكرتيره وتكشف عندنا بالفلوس. عايز كشف مجاني؟ مش كشف مجاني، ما هو مش هينفع اكشف على 500 واحد تمام، حتى لو بفلوس مش هينفع. حاضر، ادي اشعاعاتي يا جماعه وانا عايز اشرحوا لي مجانا وابعتوا لي العلاج مجانا، نقوم احنا نشرح لك مجانا ونبعت لك العلاج مجانا وانت لا تعقب، هو العلاج ده هيتعارض؟ هو العلاج ده هيموتني؟ هو انت باعت العلاج ده بقى مسكن؟ هو انت يعني شاكك فيا ان انا ببعت له العلاج؟ فيعني فطبعا يعني اول ما الحوار هيدخل في كده الفيسبوك هيعمل لك بلوك، لان انت مش محترم الصفحه. انت ما بتحترمش الصفحه، انت طالب حاجه مجانا وصلتك مجانا. مفيش داعي انك انت تزود في الكلام او تزود او تقول كلام ما يصحش انك تقوله فيتعمل لك بلوك. تمام. انا بس ايه اتمنى ان ايه دايما لما تلاقينا بعتنا لك كل حاجه، اذا كنت مشلول ما تجيش، اذا كنت كذا اذا كنت كذا، اقرا الكلام اللي موجود علشان ما تقعدش تبعت رسائل بعد عدد معين هيتعمل لك بلوك. اتمنى تكون رسالتي وصلت. انا بحترمكم جدا، ما تفكروش ان انا بعمل لكم بلوك ولا حاجه، لكن اللي مش هيحترم الصفحه الفيسبوك عنده اوامر يعمل بلوك لاي حد. والناس اللي عماله بتراسل على طول يعني يصحى من النوم، برضو خدوا بالكم برضو في ناس يعني ايه على طول خلاص بقى يعني ايه يصحى من النوم ظهره بيوجعه، انا صحيت من النوم ظهري بيوجعني، يبعت رسائل على طول. جارتي بتعمل مش عارف ايه، فانت تبص الفيسبوك يبص يلاقي الراجل ده بيبعت رساله ده على طول، يعني كل كام يوم رساله رساله رساله، لا الراجل ده بيبتز الصفحه، الراجل ده بيبعت رسائل كتير للصفحه، هيقوم عامل له بلوك. فانت في الاخر هتفكر ايه؟ هو الدكتور مش عايز يجاوب، هو لا الدكتور مش كده يعني. فاهم قصدي ازاي؟ وانت لو انت قاعد لنا يعني انت كل ما يحصل حاجه في حياتك تبعتها لنا، ده انا كده بقيت ابوك مش بقيت الدكتور يعني. فاهم انت قصدي؟ فبرضه راعوا الكلام ده، واللي تعمل له بلوك يا جماعه اكيد عمل حاجه من اللي موجوده في الفيديو ده، ما تفكروش ان احنا بنعمل بلوك، احنا ما بنعملش بلوك عامدين الا لو حد تطاول، والفيسبوك ما بيديناش فرصه على فكره، يعني اي حد بيشتم او بيتطاول الفيسبوك بيقفل على طول لوحده، لان الفيسبوك محترم ان دي صفحه توعويه مش صفحه تجاريه. فلازم تبقوا عارفين ان الصفحات دي قليله جدا، معظم الصفحات بتاعت الدكاتره معمولة للبزنس، يعني يجيب زباين، يعمل دعاية ويجيب زباين. تمام. الفيسبوك بقى كإدارة في أمريكا لما بيلاقي صفحة بتقول أنا مش حريص إن الناس دي تيجي تزورني، مش حريص على عدد اللايك، مش حريص على التعليقات، أنا مش حريص على ده، دي صفحة توعوية، الفيسبوك بيقدر حاجة زي كده وبيحمي الصفحة. فاهم قصدي إزاي؟ خلاص ده راجل دكتور مش بيجيب زباين، يبقى احنا هنقف جنبه وفي واحد هيبقى قاعد مراقب الصفحه من الفيسبوك. فاهم قصدي ازاي؟ الواحد ده اللي بيراقب الصفحه
هيحمي الصفحة من أي حد يتعدى حدوده. تمام، أتمنى أن ربنا يديم علينا المودة والاحترام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. طبعا أنا في حاجة برضو عايز، طبعا الناس، هو الفيديو داخل على 26 دقيقة، في ناس أول ما تلاقي الفيديو طويل كده مش هتسمعه، يقول لك ده هياخد فلوس من الباقة بتاع الفيديو ده، مهم. فلما يتعمل لك بلوك وانت ما سمعتش ده، ما تزعلش مننا، ما تزعلش مننا، ها انا ما عملتلكش بلوك، الصفحة دي صفحة محترمة، هيحميها الفيسبوك واحنا هنحميها برضو. تمام، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.